انا بعرف اول مره بجي لعندك. سوري شو اسمك؟ ميشيل. ميشيل حابه هيك بركي قصه رافو نكزه، ايه اعمل له ليس بركي ليس ستريت او مروه كمشتي مروان لحظه سوري بس جوزي مروان. شو مفوتك على المحلات؟ لا مروان من امتى بتفوتي انت لهون عند محلات؟ حبيبي معلش بس على اذنك بدي اتحاسب انا وياها اذا بتريد. شو عم تعملي هون؟ مروان بس لحظة لقلك قولي لحظة لفسر لك لفس رح نرمي كيها على جوزك لبنت الرقروقة احكي مروان عجلي متحسن قدام حالك شو عم تعملي بهالمحلات؟ هي لقلنا المحلات جاي اعمل شعري مروان جاي اعمل شعري شعراتك بدك تعمليها؟ ايه كل عمرك تفيقي شعرك منكش كل عمرك كل عمرك السيباني براسك هالقد الله لا يوفقك معروف كيف لمك عن الطرقات انا يا مروان مروان خلصت بقى بدي اعمله ليس ليش كل اصحابي بيعملوه انا لا شو بدك تعمليه ليس شو هذا الليس يعني بتصير مالس هيك ستريت وليه ما بتطرقيهم بالمكوية بالبيت ولك مكوية بحطي راسك على جحش الكوى وحطيهم هيك وخلي خيك اللي بياكل ليل نهار يكوي لك اياهم مروان بس بقى عيب عليك عن جد عيب انا ليس خلص خلص غير الليس شوفي غير الليس قلت بدي اجي اعمل ضفيره قلبه شوفي قلبه بس مانيكير هلا شو ها مانيكير هلا ضفيرك اللي كل عمرهم هالطول الكم خطحت منهم هالقد يا مروان قلت بدك تعمليهم رح تجيب لي شلطه طب خلص يا خيي بلا ضفيري ان شاء الله الصيحة ما بقى بدي بعمل ندفع حواجبي على حواجبك اوف كل عمرهم حواجبك مثل الشوارب تبعو الحريم السلطان تفقيهم فتل هيك مفار يا مروان جرصني اول مره بجي لعندهم للجماعه شو بدك تعملي لهم لحواجبك بس وطي صوتك لك بدي اعملهم تاتو بدي دقهم اعملهم تاتو بدك تدقيها لك الله يبعث لك مين يدقك يحطوك بجرن كبي وينزل فيك طحن 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 ما بيبقى منك ولا عظمه الله لا يوفقك مروان خلص بقى لعيد اللي بطرقك اياها على جوزك بطرقك اياها على جوزك جرصني بس قدام العالم خلص ما راح اعمل لهم شيء بس خليني حمامهم شو بدك تعملي لحممهم مقرفه لكل عمرك تتحممي كل 3 سنين مره ونص هلا صرتي بدك تتحممي على دوري وبالمحلات قد ايه بكلف الحمام 30000 قلبه مروان قلبي دخيلكم قلبه مروان وال 30000 انا بشتري فيهم نقله مي 30 برميل بحممك انت واهلك فيها طب خلص بقى يا مروان اذا تحممت كيف بدي انشف شعري ليش عندي سشوار جبت لك 3 سشوارات نعم جبت لك 3 يا قبرنا ديني باوزي انتوا عارفيني بهر دغري يا بنت الرقوق بس ما شفته 3 سشوارات كل واحد احلى من الثاني هالقد كل واحد لا إيه؟ شو لونهم شو لونهم ما بدي اقول لك شو لونهم رح اقول لك مين هن مين خيك وابوك وامك مروان معقول راسك بس تحممي شعرك وتعمليه هيك بيوقفوا ثلاثتهم بيعملوا لك بنفخوا باللي عم ياكلوهن ان شاء الله بتاكلك طبوعه ان شاء الله بتاكلك الواويه بليلي ما فيها ضو قمر هم قدامي هم قدامي اللي بيطرك اياها على جوزك العمى بقلبك طعم شي عمى بقلبك عمي الله لا يوفقك